يعتبر عبد الله فرج الصقر واحد من أهم رواد الحركة الرياضية في المنطقة الشرقية، وأحد أقدم مديري مكاتب رعاية الشباب بالمملكة، ويمتلك سجل تاريخي حافل بالإنجازات والنجاحات في خدمة شباب ورياضة المنطقة. شغف عبد الله فرج بالرياضة وبكرة القدم تحديداً بدأ معاه من أحياء المنطقة الشرقية القديمة في رياضة سكوب. كشف لنا عن بداياته كلاعب وكإداري أيضاً. البداية كانت في الخوة، مدينة الخوة، وكأطفال طبعاً كنا في مدرسة ابتدائية، ما عندنا وسيلة، بعد عندنا وسيلة تقريباً شغل أوقات الفراغ بالنسبة لنا بعد المدرسة، بعد العصر ما عندنا شيء، كنا متعودين على البحر ولعب التيلة وبعض الألعاب الأخرى الشعبية المعروفة في ذاك الوقت وقتنا. وبعدين عرفنا إنه في كورة، نلعب كورة، كنا نلعب كورة في كرة التنس الصغيرة هذه، نلعب فيها مع بعض، نطب فيها على الثاني، نلعب فيها على الثاني، ونسوي مباريات بين الفرجان والربع، الربع اللي هذه الحارة اللي يسوون مع الثانية. تميز عبد الله فرج الصقر على المستوى الكروي، إلا أن الإصابة لم تتركه يكمل المسيرة في عالم الكرة، ومع هذا استمر بالتوجه الرياضي، فكان الأول في المنطقة الشرقية الذي أسس مكتب رعاية للشباب. أنا اللي شكلت أول مكتب في المنطقة الشرقية، مكتب رعاية الشباب في المنطقة الشرقية. ليش؟ لأنه الجماعة اللي في الرياضة تقريباً يعرفوني من خبر الطائف، عرف النشاطي وطائف وكل شيء، فقالوا إنه فلان موجود في المنطقة. فنقلت تقريباً خدماتي من وزارة المعارف إلى وزارة في العمل. باعتبار أنه مسؤول عن الشباب وشاهد على تطور الرياضة في المملكة، سألناه من كان وراء التعريف بلعبة كرة القدم، خاصة أن البعض يقول أن السودانيين وراء نشرها. لا، المعلومة يعني هي السودانيين ما في شكلهم فضل تقريبا في نشر اللعبة، لكن ما هم من أول من عالمها، لأن السودانيين أول دفعة جاءت من عندهم من السودان، من السودان جوة الأرامكو عام 1942، والبحرين فيها فرق رياضية، البحرين فجوا عندهم فكرة عن الكرة، فلو جو هنا سووا فرق رياضية صغيرة لعبوا مع بعض. أسمع أنت عارف كل 6-7 فارق يسوون لنا فريق، تبدأ على هذا الأساس. بداية انتشار الرياضة في السعودية لم تكن بالتنظيم الحالي، ولم تكن هناك هياكل معتمدة اختصاصها رياضي تقام على مبدأ المنافسة، بل كانت مجرد هواية. الماضي ما كان في اسمها نادي، كانت فرق رياضية، والفرق الرياضية بالذات ما كان فيه حتى المقر مسموح في الدولة، ما كانت تسافر في ذاك الوقت، كانوا الناس في بيت الرئيس وبيت أي شخص من الشخصيات اللي يختارونه يجتمعون في مجلس عندك في البيت ويسوون فرقهم، روح نلعب كورة، روح نلعب المباراة، خلاص ما شارك على الأساس. فكان عبد الله فرج الصقر أول من نادى بفكرة إنشاء مقرات ونوادي بعد ما كانت له زيارة إلى لبنان في الستينيات، وتعرف على كيفية تكوين نادي بمقره وأصر على الفكرة. جيت على فكرة قلت ليش إحنا ما نسوي لنا نادي مقر خاص عام 62. فجيت هذا الكلام الزملاء قالوا والله أحسن، بس نحن نخشى يقول لنا كذا. قلنا الله، إحنا عندنا في الخبر كنا بالذات اجتماعاتنا كانت بيت العمدة، عمدة الخبر ميس محمد الله يرحمه رحمة الله عليه. فقلنا احنا كذا ايش رايك؟ قال والله اذا كان ولا عيالي انتم اللي اعرفكم، انتم عندي عاده اعرفكم انا الحمد لله، توكل على الله. فرحنا استاجرنا بيت وكتبنا عليه دار فريق الهلال. وبعد تكوين النادي بدا البحث عن مباريات لممارسه كره القدم والرياضه ايضا، فكان التوجه الى شركه ارامكو باعتبارها الرائده الاولى في مجال الرياضه في المنطقه الشرقيه. موضوع أرامكو من 45 إلى 65 تقريباً ميلادي عمل الدوري، كان دور عندهم دوري خاص في الفرق الرياضية حقتهم. إيه، عندهم طلائعنا وعندهم إنجليز وعندهم سودانيين عرب وعندهم عدنيين. لكن من كان أول فريق تأسس في تاريخ المملكة؟ يقال حسب ما يقول كتبهم وحسب ما ألفاتهم وحسب ما نعرف علاقتنا بالأهل المنطقة الغربية، إنه الاتحاد هو أول فريق، أو الوحدة اللي من قبله بدأت فترة صغيرة، لأن عشان بدأوا في مكة الإندونيسية بدأت الرياضة في مكة، فرق مؤسسة في مكة، يمكن وحدة بالذات، بس ما كان يمكن ذاك الوقت اسمها، ما أدري والله تاريخهم بالضبط إيش اسمه، لكن الشيء اللي واضح اللي هو حسب ما نقرأ وعرفناه من بعض الإخوان الزملاء على هذا الأساس، إنه الرياضة في مكة لها بداية أكثر من جدة. أما أول بطولة رسمية في المنطقة الشرقية، أول بطولة رسمية عام 1380 تقريبا، 81 أو 82
فقط بالنسبة للشرقية فازت فيها النهضة. لعبد الله فرج مواقف كثيرة لدعم الشباب، منها ترشيحه لعبد العزيز الدوسري كرئيس الاتفاق الذي دعمه رغم أنه كان بعمر 20 سنة في ذلك الوقت. على خلق معروف، يعني إنسان على خلق ممتاز الحقيقة، ورجل تشد كل القائد كل حتى الفرق النهضة والفرق الثانية اللي ضد الاتفاق، أيضا عبد العزيز علاقته بهم زينة كانت ممتازة.